يحتفل الجنوبيون وفي مقدمتهم أبناء محافظة المهرة الجنوبية في الثاني من أكتوبر من كل عام بيوم اللغة المهرية. واللغة المهرية هي لغة قديمة غير مكتوبة منتشرة بشكل رئيس في الجنوب، وتشير التقديرات إلى أن هناك ما بين 100 إلى 200 ألف يتحدثون بهذه اللغة. فعالية هذا اليوم، فعالية اللغة المهرية، حاجة إرث يمس شجون المواطن المهري، وواجب علينا نحتفل بها كل عام وبإذن الله من نجاح إلى نجاح بإذن واحد أحد. تتكون اللغة المهرية من 31 حرفاً وتزخر بموروث ثقافي وأدبي غني، خاصة في مجال الشعر والقصص القديمة التي نقلت من جيل إلى جيل، لكنها ظلت محصورة على المتحدثين بها دون أن التمكن من نقل ذلك الثراء الثقافي إلى لغات أخرى. عروض تراثية متنوعة من كلها تتمحور حول الثقافة اللغوية للغة المهرية. طبعا اللغة المهرية ما زالت بحاجة إلى المزيد من الاهتمام، وكل جهودنا هذه تصب في توعية الإنسان المهري بأهمية الحفاظ على اللغة المهرية. لغة أهل المهرة هي واحدة من 6 لغات عربية جنوبية متبقية تراجعت إلى جيوب في الجبال والصحاري وإلى جزر مثل سقطرى في بحر العرب في مواجهة اللغة العربية لغة القرآن في القرون الأولى من بزوغ فجر الإسلام. لغتنا وهويتنا، ونحاول أننا نحافظ عليها وننقلها إلى أجيالنا القادمة جيل بعد جيل إن شاء الله. توصف اللغة المهرية بكونها لغة محكية، وتناولها بعض الدارسين منذ سنوات خلت، فمنهم من رأى فيها بقية من بقايا اللغات العربية الجنوبية الحميرية، وقربها بعضهم الآخر من العربية الفصحى، فيما جعلها آخرون أقرب إلى اللغات السامية القديمة. يقدر عمر اللغة المهرية بحسب بعض الدراسات ب3000 سنة، ومنهم من يرى أن عمرها تجاوز 5000 سنة، منطلقين من مبادئ علم الإنسان والأنثروبولوجي، وهي لسان أهل المهرة المنتمون نسبا إلى مهرة بن حيدان بن عمرو بن لحاف بن قضاعة. ناشطون جنوبيون اعتبروا في حملات دشنوها على منصة أكس أن اللغة المهرية وسقطرية تشكل أساساً وهوية لأبناء سقطرى والمهرة، وهي جزء لا يتجزأ من الهوية الجنوبية الأصيلة والمتعددة. صقور الجنوب.